التقيت جمال وأنا على عتبة الجامعة كلية الأداب جامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية التي سرعان ما غادرتها لأدرس الفلسفة أو بالأحرى لأتفرغ للعمل في مجلة صباح الخير التي التقطتني وحولت مسار حياتي من الحلم بالعمل الأكاديمي إلى الغوص في أعماق الحياة والناس والتعبير عن شجون وسعادات البشر وهي التي كانت مهدا وجسرا. لست ممن يعولون كثيرا في الحياة على التخطيط المحكم، ربما بعض الخطوط والاستشرافات، لكن داخلي نوع من الحدس الذي عشت أتبعه ولا أرتاح لو خالفته، حدس أقرب إلى الفطرة، ولقد كانت فطرتي هي جمال، هي دليلي الأول في صحبة جمال أو جيمي، هي صنو استمراري لاثنين وأربعين عاما وإلى أن يحين الحين لألتقي بجمال. هكذا منذ يوم لمحته واقفا للمرة الأولى أمام مصعد مؤسسة روزا اليوسف، كأنني من كتف باد عن بعد قد استشرفت إحساسا قادما كان غامضا وقتها لا أدرك كنه ولا أستطيع تفسير ساعتها، وأيضا ولا أريد أن أسرد مسار أحداث تلته، لكن حدسي هذا هو ما كان يقودني دوما في كوني الذي هو هو بدروبه بمسالكه في صفوه وغيمه، حتى في تلك الأوقات التي قد تشي بما تشي كنت أتبع هذا الحدس الذي لم يخذلني وأدين له بامتنان أنقادني إليه، أنقادني إلى جمال. جمال، وما أدراكم من هو جمال؟ ليس فقط بالنسبة إليه أو إلى امتداده، محمد جمال البريطاني الدبلوماسي بالخارجية ودارس الإدارة بجامعة كولومبيا والاقتصاد بجامعة بوسطن، ولا مجدى جمال البريطاني خريجة لندن سكول وجامعة نيويورك وباحثة الدكتوراه حاليا في جامعة شيكاغو. ولقد تعمدت أن أشير إلى تكوينهما المعرفي فقط لأقول أن كل درجة علمية تحصل عليها أحدهما إنما كانت استثمارا لجائزة رفيعة كللت جانبا إبداعيا في مشروع البريطاني. كان مدركا أن المعرفة هي الطريق الوحيد وأنها الثروة الحقيقية مهما تبدلت القيم أو ساد الركيب.